بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. هذه جلسة ثانية من مجموعة من الجلسات إن شاء الله نناقش فيها بعض المفاهيم الأساسية في الفلسفة في ضيافة الأستاذ الدكتور أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور نجيب الحصادي وتلاميذه في الدراسات العليا وبحضور أعضاء أجلاء من هيئة التدريس الحاليين والسابقين في جامعة قريونس وغير من الأكاديمية. أشكر الجميع على الحضور ونبدأ بعون الله تعالى. فنقول تطرقنا في الجلسة الماضية إلى الفلسفة بصفة عامة وذكرنا أن الفلسفة تنقسم إلى أنطولوجيا أو علم وجود، إبستمولوجيا علم المعرفة أو العلم، وأكسيولوجيا علم القيم. وذكرنا أن كل هذه الجوانب من الفلسفة هي حقيقة في بداياتها تنطلق من الدهشة التي يعني تتجلى في استفهامات أساسية رئيسية عن الوجود وعن العلم وعن القيم، وأن هذه الاستفهامات تتجلى في تساؤلات أو أسئلة، وأن هذه الأسئلة يعني نحاول أن نجيب عنها في مجالات الفلسفة المختلفة. وذكرنا أن المقولات العشر في أرسطوطليس اللي هي مقولات أساسية في علم المنطق هي عبارة أو يمكن أن تقرأ على أنها عبارة عن أجوبة أو محاولة الجواب عن أسئلة أساسية منطلقة من استفهامات أساسية في كيان الإنسان عندما يحاول أن يفهم الموجودات التي حوله. اليوم نحاول أن يعني نفصل أكثر في هذه المسألة في المقولات العشر عند أرسطو، وكيف أن هذه المقولات العشر يمكن أن تفهم على أنها محاولات للإجابة عن تساؤلات منطلقة من استفهامات، منطلقة من دهشة في كيان الإنسان في ضمير الإنسان، وكيف أن هذه المقولات أثرت تاريخيا في لا فقط في علم المنطق ولكن أيضا في الأنطولوجيا في الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، وكيف تطورت يعني النظريات في مسألة المقولات العشر. وقد نتطرق إن شاء الله إلى إيمانويل كانت إذا أسعفنا الوقت في اليوم، وقد نؤجل الكلام عن كانت إلى الجلسة القادمة، ثم نتكلم أيضا عن بعض المعاصرين ممن تحدث عن المقولات ومنهم رايل، جيلبرت رايل، ومفهوم كاتيجوريكال ميستيك، الخطأ في المقولات أو في التقسيمات، وأيضا نتحدث عن طريقة المحدثين في التعامل مع هذه المقولات إن شاء الله. نبدأ بالمقولات العشر عند أرسطو. أرسطو طبعا كتب مجموعة من الكتابات وحقيقة حاضر مجموعة من المحاضرات. معظم كتب أرسطوطليس هي عبارة عن تدوين لمحاضرات ألقاها أرسطوطليس في مدرسته المشهورة في أثينا، وهذا من الطرائف أن أفلاطون كان يحاضر وأيضا كتب حوارات ومحاورات، وأرسطوطليس كان يحاضر وأيضا كتب حوارات محاورات لأرسطو. الذي حصل وهذه يعني حادثة زمنية يعني غير مرتب لها، أن محاضرات أفلاطون فقدت تاريخيا وبقيت محاورات أو حوارات أفلاطون، والعكس حصل مع أرسطوطليس، حفظت المحاضرات وفقدت المحاورات أو الحوارات التي دونها أرسطوطليس. فعندما نقرأ لأفلاطون الآن وأرسطوطليس نعتقد أن أفلاطون طريقته في الكتابة يعني كلها حوارية وأن أرسطوطليس يعني تفصيلية علمية، ولكن هي حقيقة حادثة تتعلق بحياة المخطوطات وأسانيد المخطوطات. ضاعت مخطوطات أفلاطون التي تحتوي المحاضرات واحتفظنا بمحاضرات أرسطوطليس والعكس صحيح. وحاول بعض القدامى الجمع بين رأي الحكيمين كما ذكر الفارابي عنده كتاب اسمه الجمع بين رأي الحكيمين، حاول أن يبين فيه أن
لا تناقض بين أفلاطون وأرسطوليس. القصة تطول. ما أريد أن أتطرق إليه هو أن علم المخطوطات والحفاظ على المخطوطات والتدقيق في المخطوطات وما يسمى بكانونيزيشن بروسس، هو كيف يصبح النص مقنن، يعني ويصبح هو النص الثابت. أقول هذا لأن كتابات أرسطوليس لا فقط جمعت في خاصة في إسكندرية، مكتبة الإسكندرية وغيرها، ولكن أيضا صنفت ورتبت وأعطيت عناوين لا بالضرورة من أرسطوليس نفسه. فالكتاب الذي يحتوي المقولات يسمى كاتيغوريس، كاتيغوريس كما يقال عند الكندي والفارابي وابن سينا، كاتيغوريس باليوناني. هذا الكتاب هو عبارة عن القطعة الأولى من منطق أرسطوليس، ومنطق أرسطوليس صنف ورتب في الفترة الهيلينستية سمي أورغانون، وأورغانون تعني الآلة، علم الآلة، منها أورغن ومنها أورغانيزيشن ومنها الآلة هي الأورغانون، فهي يعني مجموعة الأدوات، صندوق العدة الفكرية التي سندخل بها على الفيزيقا والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة والقانون، يعني هي عدة ذهنية فكرية منطقية تسمى أورغانون في جملتها. المقدمة لهذا الأورغانون هو كتاب كاتيغوريس، ثم يأتي بعده كتاب العبارة أو ما يسمى بيري هيرمينيس، يعني وهو كتاب الكتاب الذي فيه نتحدث عن الجمل. في كتاب كاتيغوريس اللي هو المقولات يتحدث أرسطوليس عن المعاني المفردة، عن المعاني المفردة كما يقول الغير مركبة، فيحاول أن يعني يعطي قائمة بالمعاني الأساسية. ثم في كتاب بيري هيرمينيس يبدأ في كيف تتركب هذه المعاني مع بعضها البعض لصناعة الجمل التي يمكن أن يسأل عنها هل هي صادقة أم كاذبة، propositions، يعني كيف يستطيع أن أعطي هذه المقولات أو آسف الجمل التي أستطيع أن أسأل عنها هل هي صادقة أم كاذبة. فكأنه في كتاب كاتيغوريس يبدأ بالمفردات، ثم في بيري هيرمينيس كتاب العبارة يبدأ في المركبات، وبعدين تركيب المركبات مع بعضها البعض في البري أناليتكس، بعدين الأناليتكس اللي هو كتاب البرهان، وبعدين اللي ما نقدرش نبرهن عليه اللي هي الأشياء الظنية في كتاب الطبيقة. وفي كتاب الطبيقة بعدين يجي يقول أنا قد أقع في أغاليط وأخطاء، فيكتب في الأغاليط اللي هي سوفستري اللي هو أواخر كتاب الطبيقة. فهذا منطق أرسطوليس يعني في تدرجه. في العصر الهيلينستي كان في شارح عظيم جدا لأرسطوليس اسمه فورفوريوس بروفري يسموه، جاء قال لنا الأورغانون محتاجة لمقدمة قبل كلام هذا كله، قبل المفردات متاع أرسطوليس خلينا نكتب مقدمة عن الجنس والعرض والفصل فالألفاظ الخمسة هذه. فجاء كتاب إيساغوجي، كتاب إيساغوجي الذي يعني المدخل، وطبعا عربت هذه الكلمة كإيساغوجي، والأبهري وغيرهم من مناطق الإسلام كتبوا في إيساغوجي وفي الشروح على إيساغوجي، وحصل نفس الشيء عند مناطق العصور الوسطى في الغرب، حتى هم ترجموا إيساغوجي إلى اللاتينية وصارت شروح على إيساغوجي وصارت شروح على الكاتيغوريز، وصار اهتمام كبير بالكاتيغوريز. من الناحية التاريخية هذا الكتاب مهم لأن لفترات طويلة كانت الجزئية اللي المدروسة من كتابات أرسطوليس هذه الجزئية المنطقية أكثر شيء، فصار تركيز كبير على كتاب الكاتيغوريز تاريخية، ولذلك نجد عليه شروح عند في العصر الهيلينستي لفورفوريوس ولغيره، ونجد شروح عند المسلمين على مدى العصور. في يعني لو دخلتوا على الجوجل وتكتب المقولات العشر تجد حوالي 28 كتاب محفوظة في إحدى الأرشيفات الكبيرة يعني.
وأنا أحضرت بعض العينات منها، مثلا ديما الحاجة اللي تدورها تطلع آخر حاجة في الباب، مثلا الآمدي شرح المقولات العشر، حتى القرن 18 مثلا بغية الإرادات بشرح المقولات للشيخ المالكي المغربي، هذه كلها موجودة على الإنترنت. العجيب أن حتى هذه القرون المتأخرة ما زالت نفس القائمة متاع أرسطوليس، ويشرحوا في نفس على نفس النمط اللي من شوف كم سنة، يعني أكثر من 2000 سنة. وأفضل تلخيص لكتاب المقولات عند المسلمين هو هذا الكتاب اللي حضرتك أعتقد أنك منه نسخة، تلخيص المقولات، كتاب المقولات لابن رشد، هذا ابن رشد الحفيد وليس الجد. الجد كان فقيه مالكي، وحتى الحفيد فقيه مالكي ويقولوا فيلسوف لكنه أصلا أصولي فقيه. فهذا أفضل نص عربي للمقولات. أفضل نص إنجليزي للمقولات هو نسخة أكريل، أرسطوتل كاتيجوريز أند إنتربريتاسيوني، هذه أفضل نسخة أو ترجمة إنجليزية. والجميل فيه أن في آخر كل في آخر الكتاب له يسميها هو نوتس، لكن هي حقيقة شرح جميل جدا، يعني يعتبر أفضل شرح باللغة الإنجليزية لكتاب كاتيجوريز لأرسطوتوليس. في عندنا أيضا حواشي كانت تدرس في الأزهر الشريف، تدرس في مدرسة عثمان باشا السقزلي في طرابلس، وتدرس في الجغبوب اللي هي السجاعي عند نظم للمقولات، وبعدين شرح هذا النظم، وبعدين جو مشايخ آخرين شرحوا شرح السجاعي على نظمة للمقولات، من أهمها من المتأخرين محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي، وهذا يعتبر كتاب أساسي كان من مناهج الأصل. فالتدريس الكاتيجوريز استمر حتى عصور قريبة. ومن ناحية الببليوغرافيا أفضل مدخل لدراستها، أنا معجب جدا بموسوعة ستانفورد للفلسفة، والميزة الآن مع الجوجل ترانسليت، يعني حتى المقالة حتى اللي الإنجليزية لازالت يعني مش متمكن منها، ممكن الدخول على هذه الموسوعة وترجمتها العربية. كيف يا سيدي؟ مجلة حكمة، أيوة. غير ترجمة الموسوعة ستانفورد كم بالكامل؟ لا موضوعات. نعم نعم. ففي مقالة في مقالة في موسوعة ستانفورد اسمها كاتيجوريز، هذه مقالة في غاية الأهمية وفيها التدرج التاريخي عن موضوع الكاتيجوريز. في أيضا مقالة في موسوعة ستانفورد أرسطوتلز كاتيجوريز، هذه دقق في الكاتيجوريز عند أرسطوليس بالذات يعني. وفيه مقالة مهمة جدا اسمها questions، حتى هي في ستانفورد انسايكلوبيديا، هذه ميزتها أنها تتحدث عن أنواع الأسئلة، وهي نوع من الملخص لما يسمى بمنطق السؤال والجواب اللي تحدثنا عنه في المرة الماضية، وفي ببليوغرافيا جيدة يعني. فأنا حبيت أن نوريكم النصوص هذه، وممكن بعد المحاضرة حنحطها على الطاولة لو حابين تدونوا تفاصيل. حاولت أن نكتب بعض الأشياء هنا. الآن ما سأفعله يعني قد يكون بدائي شوية، سأحاول أن أتحدث عن مقولات أرسطوليس بالدراسة المباشرة للأشياء بشكل مبسط جدا، لا استهانة بعقول الحاضرين، ولكن انطلاقا من أن محاولة الرجوع إلى أساسيات الفلسفة اللي هي الدهشة الأصلية والاستفهام الأصلي عن الوجود. وأرجو مسايرتي، يعني قد يبدو الكلام غريب قليلا وفيه نوع من شبه الجنون يعني، لكن مهم. نبدأ وبالله التوفيق. المقولات العشر عند أرسطو. أرسطوليس ادعى أن هناك 10 مقولات: الجوهر والكم والكيف والمكان والزمان، الإضافة، الوضع، الملك، والفعل والانفعال. وهناك ورقة فيها هذه القائمة، أعطيت الكل تمام.
السؤال من أين أتى أرسطوليس بهذه القائمة؟ هناك عدة نظريات. في نظرية تقول أنه حاول أن يدرس الوجود وأن يقسم أنواع الوجود، وفي نظرية تقول أنه درس النحو اليوناني وحاول أن يدرس أنواع الأشياء التي يتحدث عنها اللغة اليونانية والنحو اليوناني. وفي نظرية اللي هي عند أكريل هذا المترجم التي تقول أنها محاولة لطرح أسئلة والإجابة عن هذه الأسئلة. أنا مع هذه المدرسة التي تقول، بس يعني أنا أود أن أقول الذي ما أطرحه ليس مجمع عليه، أن هناك تفسيرات أخرى لأصول الكاتب. لو قلنا أنني أريد أن أسأل مثلا عن إسلام، وهذا اسم علم ليس يعني بمعنى وصف الإسلام، إسلام مثلا، صديقي إسلام أريد أن أسأل عنه، ما هي الأسئلة التي يمكن أن أطرحها عنه؟ السؤال الأول من هو؟ أقول هو إسلام، هذه مقولة الجوهر. أقول كم طول الإسلام؟ 175 سنتيمتر، هذا سؤال عن الكم. أين إسلام؟ إسلام موجود في قاعة المحاضرات، هذا إسلام، هذا سؤال عن المكان. كيف هو إسلام؟ ما هي أوصاف إسلام؟ أقول مثلا إسلام طالب مجتهد مثلا، هذا أحد الكيفيات. في أي زمان يوجد إسلام؟ إسلام أمامي الآن في هذا الصباح، هذا مقولة الزمان. إسلام ابن من؟ من أي قبيلة مثلا؟ والد من؟ زوج من؟ هذه إضافات، علاقات، هذه مقولة الإضافة. ما هو وضع إسلام الآن؟ هو جالس، هذا وضع. لو كان واقف نقول واقف، هذا وضع آخر، هذه مقولة الوضع. ما الذي يملكه إسلام؟ ما هي الأشياء المتعلقة به؟ هذه جاكيت إسلام، وهذه في المحطة سيارة إسلام، هذه مقولات تتعلق بالملك، تمام؟ وإسلام الآن يسمع لعارف فهو فاعل، وعارف مفعول لأنه يستمع إليه، تمام؟ هذه مقولة الفعل والانفعال. يقول أكريل أن أرسطوليس ربما استقى هذه المقولات من السؤال عن شخص بعينه، تمام؟ هذه نظرية وهي بسيطة، تمام؟ ولكن أيضا هناك يعني احتمال آخر كما يقول أكريل، أنه سأل عن الوجود ومراتب الوجود والأجناس العليا في الوجود، بل سؤال عن جنس الأجناس أصلا، وترقى في هذه الأسئلة فخرج بهذه القائمة. طبعا هذه أصعب في شرحها، بس سنأتي إليها إن شاء الله. السؤال الآخر الذي يطرح عن هذه المقولات، هذه المقولات هل هي 10 فقط أم هناك مقولات أكثر من 10؟ هل هناك مقولات لم يدرسها أرسطوليس؟ سؤال آخر، هل هذه المقولات فعلا مقولات منفصلة أم أن بعض المقولات ترجع لمقولات أخرى؟ يعني مثلا الوضع والملك أليست علاقات؟ لماذا لا تكون جزء من مقولة الإضافة مثلا؟ فهناك سؤال عن هل العدد 10 يعني ضروري؟ هل هناك أكثر؟ وهل هناك أقل بضم بعض المقولات لبعضها البعض؟ أسئلة حقيقة قد تبدو بسيطة، ولكن هناك أدبيات كبيرة جدا، عشرات المقالات والنقاشات والمحاضرات ألقيت عن مثل هذه الأسئلة. ونقول هذا الشيء الذي أمامي ماذا يعني أن أقول هذا شيء؟ ماذا يعني
قد تبدو المسألة بسيطة جدا، يعني أنت جالس وأمامك هذا الكوب مثلا، ماذا هذا؟ سؤال غريب يعني، ما؟ لكن عندما تنظر حقيقة في شيئية هذا الشيء تجد أن هناك مسائل عويصة في المسألة، في الموضوع يعني، ليست هكذا بساطة. يعني هذا الشيء أمامي وأنا أراه أعرفه، هذا موجود وأنا موجود، وحصلت علاقة ما بين هذا الموجود وهذا الموجود، هو تعرف إلي وأنا عرفته، ما به كيف؟ ما الذي حصل بأن هذا الوجود في الخارج، لاحظ في الخارج، تحول إلى وجود في الداخل في ذهني، ما؟ وتحول إلى مصطلح لغوي تحدثت عنه فقلت هذا الكوب. لاحظ، وجود في الخارج، وجود ذهني، وجود لغوي، في تواصل واتصال وتفاعل وانفعال وتحقق لشيء في الخارج في ذهني، بحيث أصبح معرفة. نحن تعودنا على هذه الأشياء وهو عادي، يعني حتى الطفل الصغير يعرف أن هذا شيء وأنا أعرف هذا الشيء، فلماذا هذا التفلسف وهذا التنطع في هذه المسائل؟ لكن حقيقة الأمر ظهور الأشياء للناظر شيء عجيب. ولاحظ أنني ليس لدي أي مجهود حتى يتجلى هذا الوجود في ذهني، وإنما بمجرد النظر، لاحظ كلمة النظر، بمجرد النظر كأن هذا الموجود يقول ها أنا ذا، يقدم نفسه. It is a given كما يقال بالإنجليزية، أو givenness، هو معطى، تمام؟ طيب، هذا المعطى هو يقدم نفسه ويقول ها أنا ذا. هل أنا كما يقول جون لوك تابولا راسا، يعني صبورة بيضاء، وينطبع في ذهني هذا الموجود هكذا وأنا ليس لي من الأمر شيء، أم أني آتي إلى هذا الموجود بحزمة من الأدوات والتصنيفات والتأويلات والتفسيرات بحيث أنني أراه كوبا؟ ما؟ والغريب أن هذا الذي يحصل ببديهية مطلقة، بسلاسة مطلقة، بيسر مطلق، حتى أني لا أشعر بأي مجهود. ونحن نسير كل يوم بين مجموعة ضخمة جدا من الأشياء، وكل هذه الأشياء تتجلى بنفسها وتقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، ها أنا ذا. قد أسلط تركيزي على هذا الشيء ولا أركز على هذا الشيء، أو هذا الشيء، أو هذا الشيء، أو هذا الشيء الذي في ذهني عن شيء حصل بالأمس، ما يسمى بالإنجليزية بالأتنشن أو التركيز، له علاقة مباشرة بما يتجلى. هذا هو لي الآن، قدم نفسه لي، وقدم نفسه لكم لأنني أشرت إليه. هذه اليافطة التي تقول الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية جميلة وصنعت من البلاستيك وأنفق عليها وركبت حتى تأخذ الاهتمام ونراها، الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، لكن عندما أقول انظروا الكوب، الكوب وكأنه الكون، لا ترى الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، ولا ترى السيارة التي في الخارج، ولا ترى هذه الشجرة من خلال النافذة، ولا ترى هذه الساعة، ولا ترى هذا الكرسي، ولا ترى الدكتور نجيب، ولا ترى الدكتور زاه. لماذا؟ لأننا بهذا الاتنشن أو هذا التركيز كأننا فتحنا بوابة التجلي لهذا الموجود بأن يتجلى لي ولكم، لأننا نشرح عن هذا الموجود، أن يتجلى ويقول ها أنا ذا وها أنا فقط، مع أن الموجودات الأخرى موجودة ولكن in the background كما يقال، أو في الخلفية. تمام؟ هذا موضوع الكونتكست أو السياق وعلاقة السياق بما نراه، درس فيما يسمى علم النفس الجشتالت أو الجشتالت سيكولوجي بقوة من شخص اسمه كوهلر وفيرثايمر
وهو أساس في perception psychology الآن في علم النفس الإحساس، وهي مسألة حقيقة معقدة جدا. ما علاقة كل هذا بالجوهر؟ أرسطوطليس كان لديه استفهام في كيانه كإنسان، كان يستغرب من هذا الموجود، كيف هو، كيف هذا التجلي للوجود، كيف يحصل، وما هي الأسئلة التي أستطيع أن أسألها عن هذا الموجود. أستطيع أن أسأل عن هذا الموجود، هل هو، أولا قبل كل شيء، هل هو موجود أو معدوم؟ هو موجود، تمام. هو ما هو، ما هو، لو أخذت هذا الكوب، أعطيني كوب مغلق حتى يكون أعطيني هذا، ما أخذت هذا الكوب وهذا الكوب، ولنفترض أنهما يعني متساويان في كل شيء، في اللون، في الحجم، في كمية الماء، في هذا موجود وهذا موجود. العجيب أن هذا هو هو وهذا هو هو، تمام، مع أنهما متماثلان. لو وضعت هذا على هذا، هل ما زال هذا هو وهذا هو؟ نعم. لو وضعت العكس، هذا هو هو وهذا هو هو. سؤال الجوهر هو، ما الذي يجعل هذا هو هو؟ سؤال الهوية، تمام، ما الذي يجعل هذا هو هو وليس غيره؟ تمام، حتى أنهم يقولون الهو هو في الكتابات ابن سينا والفارابي، وليست الهو هو، هي الهو هو. الذي يجعل هذا الهو هو. سؤال أرسطوطليس عن الجوهر هو، ما الذي يجعل هذا الموجود هو هو؟ الذي يجعل الموجود هو هو، هذا هو الجوهر، تمام، الذي يجعل الموجود هو هو، هذا هو الجوهر. وهذا النوع من التعريف تعريف عجيب، يعني أحيانا عندما نحار في التعريفات نعرف بطريقة ملتوية حقيقة. مثلا الكسب عند الأشاعرة رضوان الله عليهم، تمام، يقول ما الكسب عند الأشاعرة؟ قالوا عندما تكون في برد ترتعش يدك هكذا، وعندما أقول لك اجعل يدك ترتعش هكذا وأنت ترتعش هكذا، نقول لك أن الكسب هو الفرق بين الرعشة الثانية والرعشة الأولى، هذا هو الكسب. ولذلك يقال أدق من كسب الأشاعر، تمام. يعني بمناسبة التعريفات، فتعريف الجوهر هو ما به الشيء هو هو، تمام. لكن هل هناك شيء واحد هو ما يكون به الجوهر هو هو، أو الشيء هو هو؟ هل كلام أرسطوطليس صحيح أنه هناك أمر معين يجعل الشيء هو هو، أم أن الشيء حزمة من الأشياء؟ أرسطوطليس وكأنه يريد أن يقول أن الإجابة مزدوجة، أن هناك أمر يكون به الشيء هو هو، ولكن هناك أمور متعلقات أخرى يمكن أن نسأل عنها كأنها تشكل شيئية هذا الشيء. فجعل الجوهر أساس وجعل الباقي أشياء متعلقة بهذا الجوهر، محمولة على هذا الجوهر، كأن هذا الجوهر يحمل هذه الأشياء، أنه واحد وليس اثنان، هذا كم، أنه هنا على الطاولة وليس تحتها، هذا مكان، أنه على يمين الكوب الآخر، هذا إضافة، أنه هذا يعني معوج قليلا، هذا وضع، أن هذا له غطاء، هذا ملك، أن هذا رفع فهو مرفوع، وأنه سقط فهو فاعل. فهناك حزمة من الأعراض التي يحملها هذا الجوهر، والتي تستوجب أو تنبثق من أسئلة منبثقة من استفهامات عن هذا الموجود. إذن المقولات العشر عند أرسطوطليس في النهاية
أو في البداية في الآرخية في البداية هي عبارة عن تأملات في وجود هذا الموجود. هل هو؟ ما هو؟ كيف هو؟ أين هو؟ متى هو؟ أي علاقة له مع الأشياء الأخرى؟ ما الذي يملكه؟ هل انفعل؟ هل فعل؟ هذه كلها أسئلة تتعلق بهذا الموجود. هل تتعلق به من حيث هو موجود ولا تتعلق به في علاقاته مع الموجودات الأخرى؟ هذا سؤال آخر يتحدث عنه أرسطوليس لا في هذا الكتاب ولكن في كتاب ميتافيزيقا، فيقول أن علم الوجود أو الميتافيزيقا هو علم الوجود من حيث هو وجود being qua being باعتبار الوجود. كلمة qua هذه باللاتينية جميلة جدا مهمة جدا، باعتبار يعني هل أقول مثلا أقول نعرف مثلا قانون عدم التناقض أو كذا، فنقول مثلا زاهي أب وابن، نقول هذا تناقض، كيف أب وابن؟ وليس تناقض لأنه أب باعتبار وابن باعتبار آخر. فالكوا هذه مهمة جدا، الجهات مهمة جدا في الحكم. أتوقف قليلا لشرب بعض الماء من هذا الموجود وأسأل إذا كان عندكم أسئلة عما قيل. في سؤال بس. نعم فضل. أنا خبرتي قليلة جدا في أرسطو يعني، بس ركزنا شوية خاصة لما قرينا المقالة الخامسة في العدلتة، مقالة تلت تعريفات نعم. وفي برضو حاجات تتعلق بالفيزيقا يعني. لاحظت أنه هو أرسطو ما عندهش حاجة يبدأ فيها هو عادة من الصفر، دائما يجيب آراء السابقين ويخرج باستنتاجات، خاصة الدرجة الأولى أستاذها يعني أفلاطون. إحنا مش نعرف العلاقة بيناتهم لأن زي ما قلت حضرتك في أجزاء من كتابات أفلاطون مفقودة يعني. نعم. أفلاطون نفسه ما عرفش نعرفه، هل هو كان يحكي في كتابه هو ولا كلام سقراط؟ في إشكاليات من نوع هذا، لكن اللي أنا استنتجت أن أرسطو في العادة ما يبدأش هو، يكون في آراء قبله وهو بيطلع منها باستنتاجات. نعم. هذا صحيح. في المجالات التي وجد فيها أقاويل للسابقين، ولكن في مجالات يبدو وكأنه اخترعها اختراعا يعني حقيقة، ولذلك يعني عندما يسمى المعلم الأول كما قلت نحن بالنسبة لنا المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الفلاسفة يقول هذا المعلم لأنه في بعض العلوم يعني اخترعها اختراعا. أعتقد أن فيما يخص المقولات يبدو وكأنه بدأ يعني أنشأه، لكن طبعا لا يخلو الحال يعني. لكن مسألة جمع الآراء يعني نحن الآن حتى عندما تحضر الماجستير أو الدكتوراه يقول لك لابد أن تعمل الدراسات السابقة literature reviews، تمام؟ وبعدين تجي تحدد الإشكالية وبعدين تجي. هذه المنهجية منهجية أرسطوليس حقيقة يعني، هي موروثة من طريقة أرسطوليس في التعامل مع الأشياء. أجمل ما كتب أرسطوليس في المنهجية هو مقدمة كتاب نيكوماخوس في الأخلاق، يتحدث عن هذه المنهجية، وقليلا في الميتافيزيقا في كتاب ألفا يتحدث، وبيتا في الأبورياي يتحدث عن كيف لابد من أن تحدد الإشكاليات وتحدد محاولات السابقين لحل الإشكاليات ثم تأتي بحلول من عندك. فهل هناك أي سؤال عما قلنا؟ الحديث عن الجوهر. نعم. التمييز بين الجوهر والماهية. نعم. بين الأسنس والسابستنس. نعم. هل كان عند أرسطو؟ نعم. ولا يتخلط عن؟ وأمتى بالضبط ظهر وتم فيه تمييز بينهم؟ تمام. إذا كان هناك سؤال صعب في الفلسفة هو هذا السؤال. تمام. أقول بالله التوفيق، خليني ندير بعض المقدمات ثم نجول لهذه النقطة. طبعا أحيانا أرسطوليس يتكلم عن الجوهر كشيء بعينه، مش اللي حكينا عليه اللي هو ما هو الشيء، ما أنا عرفت أن الجوهر هو الشيء، ما به الشيء هو فأنا جعلت الجوهر هنا هو الماهية. تمام. ما يعنيه الدكتور نجيب أنك يا دكتور عارف بتعريفك بأن الجوهر هو الماهية، أنت الآن يعني
صادرت على المطلوب وحصرت أرسطوطليس. قد يكون الجوهر عند أرسطوطليس شيء غير الماهية، وإن الماهية جانب من جوانب الجوهرية الجوهر كمان، وهو حقيقة كلام وجيه. لكن سبب أني ركزت على موضوع الهو هو والماهية لأن فهم الجوهر كمجرد شيء يبدو لأول وهلة بسيط للإنسان. فهم مسألة الماهية أو الجانب المتعلق بما هو الشيء به هو هو صعبة قليلا، تحتاج لمثل بسيط مثل الذي قدمته حتى نقربها للذهن. لكن في القراءة الأولية لأرسطوطليس هو يتحدث عن الشيء، هذا الشيء البصيرة الهنية the entity اللي هي هذه الملموسة، تمام؟ لكن هذا الملموس، هذا الشيء شيئيته التي يتفرد بها، هل هي هذه الماهية اللي تحدثنا عنها، أم هناك تفرد كامن في وجود نفسه فهو كشيء أصلا متفرد، فلا نحتاج للحديث عن الماهية، هو شيء له أوصاف كثيرة، هذا في بأوصافه الكثيرة شيء هكذا. حتى أن كثير من المحدثين ينكرون وجود الأسنس أصلا، ينكرون وجود الماهية، منهم مثلا ديغيدا، منهم وغيره، يقولون هذا الهوس بالماهية هو عبارة عن خطأ وقع في أرسطوليس أصلا. وهناك من الأشاعرة رحمة الله عليهم من اعترض على مفهوم الجوهر عند اليونان عند أرسطوطليس، وقالوا الجوهر هو المتحيز، الجوهر هو المتحيز، هذا شيء متحيز، هذا هو الجوهر بأبعاده، لو كان مركب هو جسم، ولو كان مفرد أو بسيط فهو جوهر فرد، جوهر فرد مع جوهر فرد بدينا عندنا جسم، فهذا جسم متحيز، فالجوهر هو المتحيز. الفرق بين هذه الشيئية العامة وما بين ما الشيء به هو الأسنس، هذا جدل قديم. أين بدأ هذا الجدل؟ بدأ عند أرسطوطليس نفسه، بدأ في كتابات أرسطوطليس، أحيانا يعطيك الانطباع بأنه يحكي على السبستنس كشيء، وهذا شيء، هذا كوب من الأكواب، والأكواب أداة من الأدوات، والأدوات شيء من الأشياء، فهناك شيء particular معين، ونرقى في الأنواع حتى نصل إلى الجينس، وعندما أريد أن أميز هذا الشيء يجب أن آتي بالجينس والديفرنشيا التي تفرق الخاص أو الخاصة التي تفرق هذا الشيء من الأشياء الأخرى، ويكفيني صفة الفصل، لا أحتاج صفة الفصل، لا أحتاج إلى أن أعرف ماهية الشيء ما به هو لأن هذا محال. وهناك من يقول أن التعريفات عند أرسطوطليس ما يسمى بالحد عند القدامى هو عبارة عن تعريف بهذا الشيء، بأن أذكر الجينس أو الجنس والفصل، فبهذا يكتمل التعريف، وكأنني أمسكت بالماهية عندما آتي بالجنس والفصل. وهناك مدرسة أخرى في التعريفات اللي هي مدرسة الرواقيين، يقولون أنت لو اشترطت معرفة الماهية حتى تعرف الشيء أو تعرف بالشيء أصبح من المستحيل أن تعرف أي شيء، يكفي أن أعطيك من الصفات ما يميز هذا الشيء عن هذا الشيء، ما يميزه، فهذا ما يسمى عند القدامى الرسم، فيفرقون بين الحد وما بين الرسم. فأرسطوطليس أحيانا كأنه يقول إن شيئية هذا الشيء هي الماهية، تمام؟ وأحيانا يتحدث عنهما كأن الماهية شيء
متسامي أو أعلى أو مختلف عن شيئية الشيء. هذا اللبس يحصل لا فقط في الكاتيغوريس نفسها، في مثلا في الكتاب في الباب الذي يتحدث فيه عن الجوهر يحصل هذا اللبس، يحصل أيضا في البرايور أناليتكس، ويحصل أيضا يتكرر معنا في كتاب ميتافيزيقا، ويتحدث عن هذه الإشكالية. لا أذكر رقم الأبورية أو الأبورية، الأبورية هي العقد، العقدة مؤلفات أرسطو مترجمات في كتاب بيتا في الميتافيزيقا، يقول أن هناك عقد ميتافيزيقية اللي هي الإشكاليات، ويجب أن نحدد العقد قبل أن نحل هذه العقد. إحدى العقد هذه المسألة. المفسرون لأرسطوليس على مدى القرون وقعوا في هذا الإشكال، فيه اللي ساوى بين الجوهر والماهية والوجود والماهية، وفيه اللي فرق بين الوجود والماهية، وفيه اللي قال واحدة منهم قبل الأخرى، وفيه اللي قال واحدة منهم أسمى من الأخرى. هذه المعركة لم تنتهي بعد، يعني ما زالت. ومن أواخرها كتابات هايدغر في الوجود، في كتابه زاين اون زايت، الوجود والزمن، يتحدث عن هذا الإشكال، وكأنه يلوم أستاذ هسرل على أنه هسرل ادعى أنه يستطيع أن يمسك بالماهيات بالأسنسز، فيقول أن الفينومنولوجيا هي الرجوع إلى the thing itself، الشيء نفسه اللي هو ما هو به هو. وهايدغر يقول لا، أنا أدرسه كدازاين، هو موجود هناك، هذا هو. فكأن يعني هذا الصراع حاصل حتى في نفس في داخل المدرسة، تجد يتكرر أيضا في الأناليتيك سكول، يعني ما بين مثلا جيلبرت رايل وما بين مثلا فيتكنشتاين، تجد مثلا ما بين رايل مثلا ما بين إير وراسل. يعني هذه مسألة حقيقة، ولأنها مسألة عويصة، هل هناك شيء به الشيء هو أم أن الأشياء عبارة عن حزم من الأوصاف؟ هل هناك ماهية؟ سؤال يعني مقابل الجوهر، نعم، العرض مقابل ماهية. ملهاش مقابل، ملهاش مقابل، لأن حتى العرض له ماهية، ما به هذا العرض هو وليس غيره، صح؟ فلو كان العرض، لو كان الجوهر هو الماهية، لما كان للأعراض ماهيات، كأنك تقول ما جوهر العرض، صح؟ ففي فرق في المفهوم، يعني المفهومين مختلفات. شنو العلاقة بالضبط؟ ما أعتقدش حنقدر نحلوها هذا الصباح يعني، لكن مهم أن تقفوا على الإشكال. يعني لو مش حاسس إن في مشكلة، يبقى في مشكلة، يبقى ما فيش مشكلة، لا هي ما فيش مشكلة، يبقى ما فيش تفلسف. يعني الفلسفة تبدأ أن تقف عليها، لا من ناحية النظرية هكذا أنك والله تقول أن هناك إشكال، لأن تحس بهذا الإشكال، أن تصدم على بساطته بهذا الكوب، ما الذي يميز وجود هذا الكوب عن غيره، وما الذي يجعل هذا الكوب هذا الكوب وليس هذا الكوب. العجيب في الأمر، وكأن كل ذرة في الكون، والذرة ليست أصغر شيء، يعني الآن عندهم سب اتوميك بارتيكلز تحت الذرة، يعني نيوترينوز وكوركس، أي شيء من هذه الأشياء كأنه متفرد، ليس كمثل أي شيء آخر، وكأنه يقول عندي حق في الوجود أنا فقط، ويعرض نفسه للموجودات الأخرى بنفسه بشكل يختلف تماما عن كل الآخرين. تحكي على ذرة، مش حتى إنسانة، يعني هذا التفرد لكل ذرة من الذرات هي معطاة. طبعا لو أنت من الطبيعيين الملاحدة،
تقول هذا الطبيعي يعطي نفسه بنفسه للآخرين. لو أنت من المسلمين بتقول إنه معطى من الباري عز وجل، هو المعطي، هو المعطي، ولذلك هذا معطى، ولأنه معطى هناك آداب في تلقي المعطى، كيف أتلقى المعطى، كيف أتلقى المعطى. لو أعطيت الإنسان هدية، أعطي أنا إسلام هدية، قل والله شكرا دكتور بارك الله فيك، هذا نقول هذا والله ما شاء الله يعني رد جميل على هذا العطاء. لو خدامة أعطيت هذه الهدية وضربني بهذه الهدية، نقول سبحان الله أعطاه هدية وضربه بهذه الهدية، معناها تلقي المعطى له أخلاق، تلقي المعطى له أخلاق. ما هي أخلاقيات تلقي الأكوان؟ ما هي كيف أتلقى الوجود؟ كيف أعرف هذه الموجودات؟ هذه الموجودات عندما تقول ها أنا ذا، كيف أتلقاها؟ هل أتلقاها أنها معطيات وأنها آيات وأنها دالات على معطي عظيم أعطاني هذه الأمور؟ ويدخل عندنا الآن أشياء مثل الحمد والشكر والعرفان، ونذم قيم أخرى مثل الجحود والنكران والكفر الذي هو تغطية المعطى في اللغة، كفر والتغطية. فلاحظ أن سؤال الأخلاق دخل وين؟ في سؤال التلقي اللي هو وجود، يعني سؤال الأخلاق دخل في الأنطولوجيا، واللي في النص العلم، يعني أنطولوجيا، إبستيمولوجيا، أكسيولوجيا، خشت بعضها زي ما تمام. ف دكتور انت طول الوقت وانت تحكي وانا على الاقل النص المترجم بتاع هيدجر يجي على ذهني بتاع الطاعه اللي تفرض نفسها في علي، بس اللحظه اللي قبل القاعه ولا اللي قبل الشيء اللي يقول لك انا موجود، انت تقريبا كانه يكون ما كانش موجود نهائي الا لما قلت انت يوجد. نعم، هو طبعا ليس صدفة أن قريب من كلام هايدغر. أنا تلميذ ياكوب أمشتوتس، تلميذ هانس جورج غادمر، تلميذ هايدغر. هذا السند في سند في زي ما الشيخ عنده سند للأناليتيك فيلوسوفرز يعني، فيعني يؤثر فيك. لكن لو أنا مشيت لمارتن هايدغر، مارتن هايدغر عن إدموند هوسرل، عن فرانس برينتانو، عنده سند متصل لدون سكوتس، اللي عنده سند متصل للأندلس والمستقلية للأشاعرة يعني. نعم، ورحمة الله عليه ياسين عريبي فصل في كتاب أحد كتبه عن هذه السلات، وليس يعني لم يكن يعني يتخيل يعني حقيقة هناك رابط تاريخي في رحمة الله عليه. هو يقول في قرار اتخذ في طريقة بترجمة كل التراث العربي. نعم. بالضبط. أنا ما أحاول أن أنقله هنا وفي ذلك مخاطرة، لأنه أقول لك هذا الراجل يعني شو نحكي على كبيات. وصلت الفكرة في أن شيئية الشيء أصلا فيها إشكال، يعني شنو هذا اللي. بالمناسبة ما دامنا خشينا في الأكواب، لاحظ أن أرسطوليس هنا يحكي عن الموجودات اللي موجوداتك، يعني شجرة، رجل، ما بين مصنوعات كيف يصير فيها. هل أنطولوجيا المصنوعات تختلف عن أنطولوجيا الموجودات بصفة عامة؟ وهل المقولات هذه تنطبق على المصنوعات ويزيد والله تختلف؟ خلينا نجول المصنوع. تو نحن استخدمنا الكوب مبدل، استخدمناها عن شخص، سامحنا أستاذ سلام إسلام يعني. استخدمنا المقولات علاقتها بإنسان، واستخدمناها علاقتها بكوب، وقدرنا نطلع كل العشر مقولات حتى على الكوب، صح؟ بس لاحظ في أسئلة عن الكوب ليست موجودة هنا. مثلا من أي شيء هو؟ مما صنع؟ سؤال المادة، تمام؟ باهي. من صنع هذا الكوب؟ سؤال الصانع. ممكن تقول لي ان الماده هي الانفعال والصانع هو ممكن،
بس لاحظ حاجة أخرى، تصميم، تصميم متاع دائريته أنه منساب هكذا، ديزاين ما يسمى تصميم هذا الكوب، تمام؟ ما سماه أرسطوليس الصورة، عندما يقول انطباع الصورة في الهيولة أو في المادة، تمام؟ العلل الأربعة، العلل الأربعة، تمام. ولما صنع؟ تطلع لك العلل الأربعة، ولما صنع؟ ليش باش نشربوا منه؟ معناه التيلوس أو القصد منه هو أني نشرب منه، تمام؟ فالقصدية مش موجودة هنا في المقولات العشر، مع أنها من أهم المهمات في المصنوعات، صح؟ وطبعا التفرقة بين المصنوعات والأشياء الموجودة هي تفرقة شوية. ليش؟ لأن باعتبار أن احنا كلنا خلقنا من عدم، خلقنا ربي عز وجل، احنا كلنا مصنوعات، لكن كأن هناك مصنوعات وهناك مصنوعات للمصنوعات، يعني درجات، وكأن هناك مصنوعات للمصنوعات للمصنوعات، مثلا الروبوت اللي يصنع مثلا في اليابان الآن، التويوتا هذه مصنعها روبوت اللي صنع الإنسان، تمام؟ بقى مصنع الروبوت اللي يصنع في الروبوت، هذا مصنوع لمصنوع لمصنوع، بقى لما يصنع هذا الروبوت المصنوع، القصد متاع الصنع، القصد متاع الصنع اللي يصنع فيه، قصد منه؟ قصد الروبوت ولا الروبوت ولا الروبوت ولا الإنسان اللي صنع الروبوت ولا الخالق اللي صنع هذا الإنسان؟ هذه مسألة القصدية. وإذا كان المقصد مهم، ما هي المقاصد الشرعية وما هي المقاصد الغير شرعية؟ ما هي المقاصد الطيبة وما هي المقاصد السيئة؟ ما هي المقاصد الخيرة وما هي؟ رجعنا للقيم، وجدنا أن الأكسيولوجيا داخلة في القصدية اللي داخلة في كيان المصنوع. جان باتيستا فيكو الفيلسوف الإيطالي عنده كتاب مهم جدا، قال أن فاكتوم المصنوع هو عبارة عن نوع معين من الأشياء غير الأشياء الأخرى. قال إن الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا الفاكتوم، يعني لا تستطيع أن تفهم إلا ما تصنع، تمام؟ نظرية عليها مآخذ، عليها إشكالات. فهذه المصنوعات هل لها مقولات أخرى تضاف للمقولات العشرة؟ نزيدك من شعر بيت، هذا المصنوع غير متحرك، ستاتيك، صح؟ عبارة عن كباية، باهي موتور السيارة تحرك، هو مصنوع وفيه قصدية ويفعل أفاعيل يشتغل، باهي هذه الأشياء التي يفعلها قصد من؟ قصد السائق ولا اللي صنع السيارة ولا قصدين خشيت بعضهم ولا كيف اللي؟ فموضوع القصدية الانتنشناليتي وعلاقته بالموجودات، هل الوجود عبث؟ بكل القضايا، مش خاصه جماعة القانون، بكل القضايا القانونية اللي يثيرها مفهوم القصد جدا، مش بس هيك، القانون كمصنوع يا جماعة، القانون كمصنوع، صنع من البشر، القصدية اللي في القانون اللي هي مقصد المشرع، تمام؟ كيف نوصلها؟ هل بعمل سايكولوجي زي ما يقولوا ثيري اوف رين اكتمنت، اني نخش في تفكير مثلا نبي نعرف، مثلا نفسر الدستور الامريكي، نمشي ندرس حياة جيفرسون وواشنطن وادمز ونشوف شنو مقصدهم في ذلك الوقت، ونعرف الوقت اللي في ذلك الوقت شن كانوا يديروا؟ والله يكفيني اني انا اقرا النص. موت المشرع. كيف موت المشرع؟ موت المشرع. هل المقاصد مستبطنة في النصوص والله في اذهان الكاتبيها، او انا كمفسر اني انا نصنع القانون، ما يسمى بجادج ميد لو، ان القاضي هو الذي يصنع الحكم؟ هذه المسائل في غاية الأهمية، و
إحدى أهم المسائل اللي درسها إميليو بيتي في كتابة النظرية العامة لتفسير النصوص The General Theory of Interpretation Theoria Generale della Interpretazione 1962 من أهم الكتب. وكتب عليها دووركن الأمريكي فيما يخص تفسير الدستور الأمريكي، وكتب عليها جوزيف راز في جامعة أوكسفورد في تفسير القانون على طريقة المدرسة التحليلية الأناليتيك سكول، وكتب عليها هارت في مفهوم الخير والحق في كتاباته في ورقاته عن في تفسير اللغة العادية أو الأوردينري لانجوج أناليسس. نرجع للجوهر. فالجوهر أمر يبدو لأول وهلة سهل، لكن لما تفسر يعني تدخل في هذه التفسيرات فيها إشكال. أيضا في عندنا إشكال في تراتبية الوجود، يعني أنا ممكن أتعامل مع إسلام كشخص، لكن إسلام إنسان، فلاحظ أن إنسانيته غير منفصلة عنه، صح؟ فأنا لما أتعامل معه قاعد أتعامل مع كاتيجوري أعلى، وفوق من أنه هو إنسان هو حي وحياته غير منفصلة عنه، ربي طول في عمره، يبقى أنا قاعد أتعامل مع حياته كجزء من شيئيته، كجزء من وجوده. فأنت تعامل مع الجوهر فيه وكأن في مصعد يركب فيك لكل ما هو أعلى منه من أجناس. هل في جنس أجناس نقدر نقراه بحيث أني لو فهمته نفهم كل الوجود؟ أرسطوليس في ميتافيزيقا يقول لا، الوجود ليس جنس الأجناس لكل الموجودات. بس المسألة يعني كيف ان الشيء يحمل في ذاته في شيئيته مراتب من الوجود اعلى منه وشايلها معاه، وانا لما نسال عنه استطيع ان اسال عن اي واحد من هذه المراتب. ولذلك بعض المشايخ يعني في تراثنا الاسلامي كتبوا عن مراتب الوجود وتكلموا وقالوا ان الوجود مفهوم او مصطلح متشاكك، وان مصطلح مشترك، حتى ارسطوليس يقولها في الميتافيزيقا انه مصطلح مشترك. عندك قصه اخرى في الاشياء، تو احنا بدري واحنا في الكبايات وبني ادم وانسان وشجره، باهي تخيل معايا نقطه رياضيه، نقطه، تمام؟ لا نقدر ناخذ عرضها، لا نقدر نقيس طولها، لا نقدر نوزنها، لا نقدر نحطها على الطاولة، لا نقدر ناكلها، لا نقدر نشمها، لا نقدر نشربها، لا نقدر نسمعها، لا نقدر نلمسها، ولكنها شيء متحقق أهو بدليل ها النقطة اللي قاعدين نتكلموا عنها. ونقدر نقول النقطة جسم رياضي، شيء رياضي، النقطة ليس لها طول، النقطة ليس لها عرض. شوف كم جملة استطعت أن أنتجها، كل هذه جمل صادقة عن شيء ليس له أي ملمس، تمام؟ بهذا الوجود الذهني، هذه الشيئية الذهنية كيف أتعامل معه وكيف يختلف هذا الوجود عن هذا الوجود؟ مش عندك نقطة في ذهنك، خذ نقطة أخرى جنبها، تمام؟ هذه النقطة الأولى هل هي النقطة الثانية؟ لا. هذه النقطة الثانية هل هي النقطة الأولى؟ لا. خذ النقطة الأولى حطها فوق النقطة الثانية، هل قعدت نفسها؟ لا. هل نزلتها لوطة؟ هذه نقطة ألف وهذه النقطة باء، وأستطيع أن أسميها ألف وباء، وأستطيع أن أقول هي A و B، وأستطيع أن أقول أشياء كثيرة عن هاتين النقطتين. شيئية هذه النقطة الأولى تختلف عن شيئية هذه النقطة الثانية. ما به النقطة الأولى هي هي، وما به النقطة الثانية هي هي،
مختلفان صح؟ بايشن هنادين؟ ما هي هذه المهيات في الرياضيات؟ عرفت؟ حكاية الوجود والكينونة والله يعني طبعا في حتى في إشكالية حتى في الترجمة يعني أحيانا بين صح تترجم وجود وأحيانا كينونة وأحيانا آخر صح والوجود المتعين المادي والوجود الذهني النقطة النقطة مثلا ف وهل أرسطو عنده حاجة لها علاقة بالبينج والإكزيستنس الديستينكشن هذا كان عنده حاضر عنده في بعض أبواب الميتافيزيقا كتاب أوين اللي نشر في تورونتو في الستينات أعتقد يحكي على النقطة هذه بالذات أن يثبت بأن عنده الديستينكشن ما بين البينج والإكزيستنس طبعا في من ينكر عليه يعني هي مسألة في التفسير أرسطوليس لكن خلينا نرجع للنقطة حاضر نرجع للنقطة النقطة اللي هذه الأولى ما به هذه النقطة هي وهذه النقطة هي هذه ما هي شن هي وهذه النقطة متى تصبح كائن هل هي كائن هل عندها كينونة هل عندها إكزيستنس وجود ماينونغ وهو تلميذ برينتانو شنو يقول؟ يقول والله هي عندها لكن خلينا نسموها سبسيستنس مش إكزيستنس يعني هي زي ما تقول مش ما عندهاش وجود ولكن عندها نوع وجود أو سمي شيء آخر قوام 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 نعم بس مش معناها قوام نزيدك مش شعر بيت زي ما يقول تو هذه كباية وهذه النقطة اللي حكينا عنها اسمها نقطة شن علاقة كلمة نقطة بهذه النقطة يعني الوجود اللغوي شن علاقته بالوجود الذهني شن علاقته بالوجود في الخارج نحن نقول الخارج معنى الخارج هذه قصة العيني شو معنى العيني متعينة حتى النقطة متعينة الوجود اللغوي حتى هو متعين وليش كلمة point وكلمة نقطة تشير لنفس النقطة لنفس المفهوم على الوجود الذهني كيف ان الوجود اللغوي ممكن يتعدد ويشير لنفس الوجود الذهني ها ريفرنس واحد ريفرنس واحد ريفرنس واحد ايوه فريجا اللي هو استاذك بيكون صح دارسكي اللي قراك استاذك واين صح المهم فريجا فرق ما بين السنس والرفرنس سنس والرفرنس المثال المشهور نجمة الصباح ونجمة المساء هي نفسها هي القمر آسف الكوكب كوكب الزهرة هو نفسها المورنينج ستار والإيفنينج ستار لكن السنس اللي يجيك المعنى اللي تحصله من كلمة نجم الصباح يختلف على نجم المساء مع ان المشار اليه واحد تمام فقد يختلف السنس اللغوي او المصطلح اللغوي يختلف مع تساوي الوجود الذهني والسؤال عن وجوده في الخارج من عدمه سؤال اخر حتى الذهني معلش يسمحوني حتى الذهني فيه اشكال هل الذهني بمعنى المفهوم الذهني المجرد والله المفهوم الخيالي في المخيلة يعني أنا لما نقول لك نقطة هل تشوف في نقطة شو تتخيل فيها كنقطة تشوف فيها تبرم وتتحرك والله مفهوم مجرد حتى تخيل متاعه يعتبر نوع من الوجود في الخارج يعني هل التجريد له مستويات وما هو المجرد المطلق اللي هو التجريد الصافي اللي يخلو عن أي خيال ويخلو عن أي مادية وأي وجود في الخارج هذا التجريد المحض في اللي يقولوا إن أرسطوليس كان بيوصل المتجرد هذا التجريد المحض ثيورية يقعد يتفرج على هذا التجريد المحض وإن العقل الإنساني يترقى في التجريد لغاية ما يوصل للمجرد المطلق اللي هو being as such الوجود المحض فقصة الجوهر هذه قصة طلع أن الجوهر
متعدد المستويات، طلع أن الجوهر متعدد المناطق، ممكن يكون مادي، ممكن يكون لغوي، ممكن يكون ذهني، طلع أن الجوهر فيه ماهية وفيه وجود وفيه كينونة وفيه قوام، وكلهم شنو الفرق بين هذه وهذه وهذه. فالمسألة الجوهر كأن الميتافيزيقا كلها والعلم الأنطولوجيا كلها غير على هالمقولة هذه، تمام؟ وهذا رأوا كله كلام الفلاسفة اللي قلناه كله. أنا كأشعري الأشاعرة البرنامج هذا كله عندنا عليه اعتراضات. احنا بالنسبة لنا الجوهر هو المتعين، آسف المتحيز، والحيز عندنا أصلا فيه المكان والزمان مع بعضهم زي أينشتاين ما يقول space time، وعندنا البردق هذا الثاني كله أعراض، ما عندناش ال تمام، وإن الفاعل هو الباري عز وجل والبشر كلهم يكسبوا بس، فحتى الفاعل والفعل والانفعال. فاللي بنقوله احنا قاعدين نشرحه فيه على قول الفلاسفة زي ما يقولوا، لا إيمانا بما يقولون، ولكن إيش لما تشرح أي مقولة تحاول أنك أنت تشرحها حسب أهلها يعني. وذلك ما فعله إمامنا الإمام الغزالي في كتاب مقاصد الفلاسفة، ترجم للاتينية، كانوا يعتقدوا أن الغزالي فيلسوف على الطريقة اليونانية من دقة النقل متاعها لمذاهب اليونان في كتاب. طيب هذا بالنسبة للجوهر. المقولة الأولى مقولة الجوهر، نجو لمقولة الكم، وهذه قصة أخرى. لما نقول الكم مثلا، خلينا نركز على الكوب مرة أخرى. عندما أسأل سؤال الكم عن هذا الكوب، ما المقصود؟ عدة احتمالات. ممكن نسأل عن قطر الدائرة، هذا كم؟ ممكن نسأل عن ارتفاع الكوب، هذا كم؟ ممكن أن نسأل في أشياء أخرى عن وزن الكوب، ممكن نسأل عن ترددات الضوئية الصادرة عن اللون الأخضر اللي في هذا الكوب، حتى هذا كم، تمام؟ فمسألة الكم ما هيش غير واحدة، مش مسألة عدان فقط. مفهوم حديث هو ما ناس إلا طول وعرض وارتفاع وعمق، بس موضوع اللون وكذا طوى حديث أي موضوع الضوء حديث، لكن البقيات مش حديثات يعني. مثلا حتى هو كان عنده وزن، طبعا يختلف مفهوم الوزن في فيزياء نيوتن عن فيزياء أرسطوليس، لكن حتى هو عنده مفهوم الوزن يعني. شنو هو الكم؟ ما الكم؟ فريجا بالمناسبة يعني ورسل، سؤال العدد يعني، يبدو أن الكم له علاقة بالعدد، ما؟ سؤال العدد counting نفسها arithmetic، ما؟ أسس مفهوم العدد من أعمق وأهم مباحث فلسفة الرياضيات، ولا أعتقد أنهم وصلوا لنتيجة جامعة عليها إجماع عن مفهوم العدد. كأن أساس حتى لو تمشي لأبسط الأشياء counting اللي هي العد، تمام؟ العدد 1 2 3 رأوا مفهوم غريب جدا أنك تعد أصلا، شو معنى العدد؟ لأن العدد هو كأنه مستبطن في الأشياء، هدينا 3 مثلا فكأن عددهن فيهن، لكن أيضا يعتمد على طريقة العد، يعتمد على نظام العد اللي نعد به. هل الحساب العدد هذا اللي هو البيسك أريثمتيك يسموه في الرياضيات، هل هو أساسي ولا مفر منه، ولا في منظومات مختلفة للعد؟ احنا في الرياضيات اكتشفنا مؤخرا في القرن 20
ان هناك على حسب الاكسيومز او الفرضيات اللي تبدا بها تقدر تصنع منظومات كامله من الرياضيات. يعني في في في, في علم الهندسه في اليوكليديان جيومتري اللي هي هذه كنا نعرفوها اللي هي الدائره اوكليدس، وفي نون يوكليديان جيومتري في اللي هندسات مش متاعات اوكليدس. الهندسات اللي مش متاعات اوكليدس قصه توبولوجيكال انواع يختلف الانواع الهندسه. الرياضيات ايضا تختلف، هل الاريثمتيك ترجع للسيتس للمجموعات مثل راسل في كتابه هو وايت هيد صح كتبوا كتاب اسمه برينكيبيا ماثيماتيكا المبادئ الرياضيه، حاولوا يرجعوا كل المنطق للرياضيات ويرجعوا كل الرياضيات للاريثمتيك ويرجعوا كل الاريثمتيك للست ثيري لنظريه الفئات، طاحوا في مطب بعد ما كتبوا كتاب كم يجي 2000 صفحه يمكن المجموعات قالوا مجموعات المجموعات هل هي عادة ولا معدودة هل هي جزء من نفسها سهلها صندوق الصناديق هل يحتوي نفسه ولا لا كانوا يحتوي نفسه معناها شنو ما هو صندوق الصناديق وكانوا ما يحتويش نفسه معناها مش صندوق يعني قصة العربي يقول التنميط هو الهل ايش التنميط هو الهل كيف ترى اشرحها لنا لا theory of types types اي بالضبط انها ان تفرق بين اللي عد وبين المعدود مجموعات عدة معناها فرقت بين الكاتيجوريز كاتيجوريز قلت في عاد وفي معدود في عاد لا بس تو انت حكيت في 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 الجيومتري في الكريديان ونون كليديان نون كليديان في الاريثمتكس يعني في مصادرات بيان مثلا نعم اوكي هل طلع نسق اخر يعني مصادرات البيان ان مثلا الصفر عدد وان لكل عدد تالي وليس هناك تالي ليس هناك عدد تالي لعددين مختلفين زي مصادرات غير السي بيانو طلعت النان يوكليديان لكن هل طلع نان بيانو اكسيومز بحيث كان في نسق عددي مختلف بحيث ان 2 زائد 2 ما تساويش 4 في النسق ذاك الكومبلكس نمبرز الماثماتكس اوف كومبلكس نمبرز هذين بيانو اكسيومز ما ينطبقنش عليهم بالكامل جذر التربيعي لاثنين والماثماتكس طلع منك الراشنال نمبرز ما ينطبقنش عليها هذين حتى يا سيدي ترانس وترانس انفينيت مثلا حتى يا سيدي ما طلعناش لحتى الان ايش فرضا ما قدرناش نطلعه حتى الان ما دام فيه نون يوكليديان جيومتري معناها على الاقل الامكان انه يكون فيه نون اريثماتيك ماثماتكس طالما النسق كله عند سيرتين بوستيليتس بالضبط اوكي You've got option is available. You have different possibilities. Okay. تمام. على الأقل في عوالم ممكنة أخرى. In different possible worlds. فمسألة الكم ما هيش بسيطة يعني. وأيضا قصة القياس نفسه. الكم له علاقة بالقياس. لكن القياس وكأنه متعلق بالمحسوسات. نقدر نقيس. متر نقيس وقت بالساعة نقيس لكن كأن الكم الذهني ملاش قياس كيف بتقيسه والعواطف مثلا خلينا حتى في الأرض المتر الذهني المجرد المتر الحقيقي غير متعين في الواقع أي متر تصنعه تقول المتر محفوظ في متحف باريس في متر محفوظ قياسي وحطينا في مادة لا تتمدد بالحرارة ولا تنكمش بالبرودة إلا بمقدار ضئيل بيض ضئيل كم ضئيل بس مش بمقدار مطلق صح معناه يتمدد معناه المتر المقياس هذا اللي نقيسه به أصلا قاعد يتمدد وينكمش
معناه المتر اللي الذهني مفهوم المتر ذهني فقط غير متحقق. الكيلوغرام نفس الشيء فيه جيك وجيك الاشكاليه الاخرى نتاع الكوانتوم ميكانكس. هذه قصه اخرى. إيه هذا رأوا نحن هذا ما زلنا على مستوى فيزياء نيوتن. لو خشيت في الكوانتم ما تريح بك. عشان تحسب الواحد الاثنين أرقام بلانك هذينا. بالضبط. الكم قصة. جولي كيف. ما كلمة الكيف هذه اللي هي كيف هو يبدو وكأنها عبارة عن اسم جامع لعدد مهول جدا من الـ من الـ من الـ الأعراض من الكيفيات. ممكن نقصد كيف كيف هو نقصد لونه، ممكن نقصد مريح مش مريح، أملس مش أملس، جلد مش جلد، يعني أشياء واجدة. primary qualities و secondary qualities بالضبط. وهل فيه هل فيه كيفيات أولية وكيفيات ثانوية ومراتب من الكيفيات. جول الزمان philosophy of time فرع كامل من الفلسفة في فلسفة الزمن. شو معنى الزمان؟ هل هو الزمان بتاع الساعات الآن خاصة بعد الفيزياء فيزياء اينشتاين مفهوم الزمان أصبح يعني الإضافة العلاقات. أنا هنا وأنت هناك، أنت فين؟ تفكروا في القصة اللي هذه اللي هي الريفرنشال على هو على اليمين، على يمين شنو؟ ما فيش علاقة بدون كوردينتس، بدون محاور إسناد. محاور إسناد مش طيب. والعلاقات نفسها يعني من أعجب العجائب، مثلا كيف أن الأشياء مرات تنبثق من علاقات بين أشياء. يعني مثلا هذه ممكن ديرها تجربة بالزليز في المطبخ يعني أو في أي مكان آخر اللي عندك زليز مربع يعني. نديرها بالخيال. خذ مربع تمام، حط مربع جنبه على الحاشية متاعه، وحط مربع تحت على الحاشية متاع الثاني، حط مربع رابع على الحاشية متاع الاثنين هذين. كم عندك مربع؟ أنا حطيت مربع ومربع ومربع ومربع، كم عندي مربع؟ خمسة. انبثق واحد بين الخامسة. منين جاء؟ فهمتوني؟ مربع 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 مربع، أنا حطيت أربع مربعات طلع لي خامس. كيف طلع؟ من العلاقة بين الأربعة. تمام؟ باي كويس. خليني نزيد مربع 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 كأني قاعد ندير في زليز بتاع مطبخ بس إلى ما لا نهاية. تمام؟ ونسأل عن أي مربع منهن، ألا يكون المربع هذا منبثق عن الأربعة اللي حواليه؟ تمام؟ بإذا كان كل مربع منبثق عن اللي حواليه وانا عندي الى ما لا نهايه، معناها كلهم منبثقات من العلاقات اللي ما بيناتهم، معناها اصلا ما فيش مربع في ذاته، وانما كلها منبثقه من العلاقات ما بين، وكان العلاقات انتجت الكينونات مش الكين مش العلاقات ما بين الكينونات. قعدنا بنيويه، قعدنا ايش؟ بنيويه، قعدنا ستراكشرلس. فموضوع الاضافه موضوع مشكل. ما شن معنى علاقة؟ شن تكون في علاقة بين ألف وباء شن معناها؟ وهل العلاقات متولدة عن الأشياء أم أن الأشياء متولدة عن العلاقات أم أن ما فيش تولد؟ نحن الأشاعرة نقولوا ما فيش تولد أصلا، تولد يقولوا به المعتزلة اللي يسموه بالإنجليزي الإمرجنس. والقاضي عبد الجبار في المغني المعتزلي كتاب مجلد في الإمرجنس قبل ما حد يدوي على الإمرجنس من هضوم كله تو سانتا في انستيتيوت حاجه كبيره اخترعوا الامرجنسي. فالاضافه ايضا مشكله. الوضع شو معنى الوضع؟ جالس ولا مش جالس، واقف ولا مش واقف، كان هناك يعني حزمه كبيره من الاشياء باش نقدر نوصف بها وضع اي شيء. ايضا الملك شو معنى؟ ان
إن إن هذا الشيء لك، شو معنى إنك تملك أصلا؟ property شو معناها؟ يعني جون لوك كاتب عليه الأستاذ دكتور زاهي المغيربي في كتابه في تاريخ الفكر السياسي، وكاتب عليه جون لوك وآدم سميث وديفيد ريكاردو كارل ماركس، كلهم كتبوا على مفهوم الملكية. شو معناها إنك تملك؟ تو أنت مقعمز هنا، والله أنا نملك في قرارة القطف، والله نملك في الجبل الأخضر في ها؟ ماركس قال تسرق. تملك تسرق. شو معنى إنك تملك؟ الملك شو معناه؟ لو خشيت قبيلة أفريقية. أي. بنت الواحد منهم بدائي. قلت له هذا ملكك. احتمال ما يفهمكش. ما يفهمك. لا أنت مش هيك. انت عندي الوديان ورفلة والله ترهونة، وقول هذه ملكي، قبيلة يصبوا عليك، لأنه أصلا ما فيش ملكية فردية في الوادي، يعني الوادي متاع القبيلة. فالملكية شو معناها؟ الملكية الفردية شو معناها؟ شو معناها أنك أنت تملك؟ شو معناها أن نقول المغطى هذه متاع الكباية هذه؟ خلينا حتى ملكية البشر، أن هذه متاع حد، لكن هذه متاع حد خصوصية. خصوصية، شو معنى الخصوصية؟ فهل هل في منظومات اللي تنظم الملكية؟ شو معنى الملكية الفردية مثلا؟ الملكية الفردية، الملكية الفكرية. تو الآن أول ما تبدأ الدولة هيك مثلا تبي تنمو، تقام الدولة يقول لك وقعوا معاهدات التجارة الدولية، وقعوا على اتفاقية الملكية الفكرية. مرات مش في صالحنا اصلا نوقعه، احنا ما ننجوش في حاجات وجلات، وكان نلقوا نقلوا من الاخرين، ليش انا نوقع له ونقول له اننا حنحترم ملكيتك؟ يعني لو دارتها الصين كانت وقفت، الصين ما وقعتش، كانت بعش تطلب بك بالضبط. فمساله الملكيه ايضا قصه الفعل والمفعول والانفعال. خلينا نعطيكم مثال بسيط. انت قاعد تجري على الشط، تمام، وتخلي في اثار وانت تجري على الشط، نجي أنا بعد ما أنت مشيت نشوف الأثار. أنا شنو اللي نشوف فيه؟ هل نشوف في أثرك، ولا نشوف في فعلك كما انطبع في الرملة، ولا نشوف في انفعال الرملة لفعلك اللي فعلته في الرملة؟ شنو اللي قاعد نشوف فيه أنا؟ لاحظ راهو موضوع الفعل قصة. الفعل أصلا أنت ما تشوفش فيه، تشوف فيه أثار بس. هذا فعله. شن شفت انت؟ شفت الاثار وشفت متاخر، وصلنك كذا فهمتوا ثانيه مثلا بعد ما الفعل صار، ها؟ وشفت الاثر متاع الضوء اللي جاي من اللمبات وانعكس على اليد ومشال العين وضرب الرتنة، والرتنة دارت صوره، والصوره قراها دماغ، ودماغ فسر ان هذه حركه يد. يعني قصة طويلة عريضة صارت. الفعل شفته أنت ما شفتهش. بس هو تفسير حديث. هم زمان لما بصروش مستحيل حد خطر عليك. أنا أكيد لك أنه مش حد منهم الجماعة اللي دلنا فسرك كيف صار وكذا. هذا تفسير حديث أنك أنت مثلا واحد. هذا يا سيدي هذا عند ابن الهيثم. تبي تقول هذا ابن الهيثم حديث حديث. في كتاب البصريات كتاب المناظر اسمه. انت خذ بس ان الفعل يتم قبل. خلينا من موضوع انا اعطيتك يعني الكلام العلمي متاع توه صحيح، لكن انا اللي نقصده وريني فعل انت شفته. يقول انت خلاص هو انت مش حتقدر الا مثلا تعبر عنه وتشرح شنو انت يعني انت قاعد تشوف في اثار التزامن هذا، والاثار الاثار داله على الافعال، تمام. بايش هن الافعال؟ شو معناه انك انت تفعل؟ وش معنى ان تنفعل؟ هي مشكله اللغه هنا، بتقول حاجات في اثناء الفعل. الاشكاليه كان اللغه جي متاخره، عرفت؟ كان اللغه غير قادره على استيعاب المدارك، على استيعاب المفاهيم يعني. وهذا يجيبنا للسؤال اللي يسال عن ارسطوطليس، هل المقولات هذينا وصف للوجود، ولا وصف للغة، والله وصف للمفاهيم؟ هل المقولات هذينا مقولات وجودية لغوية،
والله ذهنية أو الثلاثة. لا بس بخلينا نسأل كيت ال هل رؤيتنا أو إدراكنا مباشر للفعل للأفعال ولا غير مباشر؟ نعم. وعلاقتها برؤيتنا الأشياء، هل نرى الأشياء في ذاتها ولا نشوف في أعراضها؟ نعم. هي نفس القصة. وعلاقتها بفكرة ديكارت بتاع transparency of consciousness، إن بالنسبة للذات هي الوحيدة اللي مفتوحة مباشرة على ما يختلف فيها في مقابل أنت علاقتك بعواطفي، هل هي نفس القصة نفس ولا شبيهة؟ ولكن تحس أنها تختلف. يعني وننتقل شوية لإيمانويل كانت. إيمانويل كانت قال النومنا الشيء في ذاته أنا ما نشوفش فيه أصلا، أنا نشوف في الظواهر في نومنا أو في نومنا الجمع. ف ومن من الأشياء اللي نشوف فيها الفينومنا اللي نشوف فيها الظواهر اللي تجيني أنا زي ما تقول ايبوستليت، كيف تقولها ايبوستليت، نفترض مصادر في 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 الشيء نفسه. بس الزمان كأنه يختلف، يعني نوع آخر من الـ من الـ من الـ نوع آخر من انهيار قدرتنا على معرفة الكونه بتاعه. الفعل مازال أصعب من الزمان، الفعل فيه نوع فيه إرادة، الإرادة مش موجودة في الشيء في الأشياء ولا هي موجودة في مفهوم الزمان، لكن لما نحكي على فعل نحكي على إرادة، على initiation of act، يعني فيه حد يبدأ في هذه اللي حاروا فيها الأشاعرة وسموها كسب وسموها والماتريدية، حتى هم كتبوا فيها في صفة خلق الأفعال في الجزء الاختياري مسألة خلق الأفعال. طبعا المعتزلة يقولوا في خلق الأفعال والماتريدية والأشاعر اعترضوا، اللي هي theory of action نفسها، نظرية الفعل معقدة جدا. شو معنى أن في أن يكون في فعل؟ وهل الأفعال لها أنواع؟ يعني أرسطوليس يقول الأفعال ثلاثة، ثيورية وبراكسس وبويسس، نظر وفعل اللي هو العمل. تمام، العمل والبويسس اللي هي الصنع. هل فعلا الأفعال تختلف هذين الثلاثة؟ هل الفعل الجسماني مثلا هذا فعل يختلف عن الفعل الفكري؟ ما تحط النقطة فوق النقطة. فمسألة الفعل والانفعال أنا كل اللي بن اللي بن ومسألة ال individuation of والparticularity اللي هي التعين تفرد هذا تفريد تفريد بين الأحداث أخرى بين الأفعال. نعم، إن هذا انتهى وهذا بدل آخر، أمتى يبدأ الآخر؟ يعني في سيلان في الوقت، زي ما يحكي بيركسون مثلا في كتابه عن الوجود، في سيلان في الوقت، بينما ان كل التوقيت اللي احنا نتكلم عليها ديسكريت، زي ما في سيلان في الـ في الـ فيما نراه. فلما نحوله لل لل للديجيتال مثلا، تلفزيونات الديجيتال، انت قاعد تاخذ في سلايسز من لكن السيلان نفسها هذا بتاع الزمان بتاع المكان، ما تقدرش تمسكه، ما تقدرش. في صيرورة في يحكي عليها بيركسون، يحكي عليها ألفريد وايت هيد. في كي النجم، كي لو عندك مثلا نجم بينك وبينه تو مثلا نجم نشوفه فيها السماء هذه، ممكن يكون النجم هذا مش ممكن نحن اصلا نشوفه في اشياء منفجره من ملايين السنين. هذا وين وصلنا الضوء بتاعها؟ هذا صورة تلقاها. فشن هو الان اذا كان ذلك كذلك؟ الآن presence هذه شن هي هذه الآن؟ اللحظة التي بدت الآن، معاش الآن لأنه فات، والآن مش القادم لأن القادم مازال ما جاش. فكأن الآن حاصلة بين عدمين، بين من ما أفني ومسا يكون باي وناتا. وشنو هذا الآن؟
فالمقولات العشر لما نديرها قائمة هيك ونقراها سهلة جدا وعندنا أمثلة جوا الرجل ثلاثة أمتار أبيض، بس لما نجون تكلموا فيها نجد إن كل واحدة بالضبط. وهذه الإشكاليات طبعا درست على مدى التاريخ وحصل فيها تفسير وكذا لغاية ما جاء إيمانويل كانت. إيمانويل كانت قال هذا كله قبل ما تنقل مني. نبيك أيضا تربط بمسألة البيرسونال ايدنتيتي، فكرة نعم. إن كيف إن كائن تتغير كل أعراضه وما زال هو ما هو. نعم. يعني إلى أي حد هذه إشكالية فلسفية إضافية، بقاء الشيء على هو نعم. ما هو رغم تغير تقريبا كل ما فيه. نعم. هذه مثلا تصير في البيوت متاع البادية، هي مركبة من عدة قطع أقمشة، كل مرة غيره ومع الوقت كل مرة يغيروا، كل ما يشرط يرجعوا من جديد، باي لما يتغير كل القطع في الجيل الثالث مثلا، لأنه البيت متاع نفس العيلة يقعد في الجيل الثالث تغير كل القطع، هل هو نفس البيت ولا لا؟ هو نفسه ولا مش نفسه؟ ها؟ واحد عمل تجميل مثلا، هل هو ولا؟ بالنسبة للبشر ممكن تقول إن الدماغ نفسه، لو المخ هو نفس المخ، عرفت؟ غيرنا له قلب ركبنا مضخة، غيرنا له يديه ركبنا له حديد، غير، لكن المخ هو نفس المخ. في الإنسان لك خلايا تأخر تغير باستمرار متاعات المخ؟ لا، مش كل الخلايا، في خلايا مخي قد ما تقول طول حياتك. إذا كان الدي إن إيه تغير، هذا بيحكوا جماعة ال إيه، بس في يعني مش كله يتغير يعني. إيه وتغير حتى تغيير طفيف مثلا. لا هي بعدين عندك حتى الميموري، انت من، وهل انت نجيب الحصاد اللي قابلته في ايوا في 1900 وكم كانت 80 ولا 81؟ 83. في شوية تغيرات فيزيائية، تغيرات ذهنية فكرية. انت وصلت بالزايخة متى؟ هل انت نفس الشخص؟ تقعد نفس الشخص. انا كل اللي حبيت نديره اليوم اني نوصل ان راه هدينا طامة، راه المشكلة العشرة هدين، وان راه كل واحدة منهن وراها بحر من الدراسات الفلسفية، وأن لا يستهزأ بها، وأنها هي مهمة جدا 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 لأنها مفاهيم أساسية. إذا كان وصلت الفكرة يكون يعني. الشيء الآخر اللي حبيت نوصله، ما تهزوش على الكبابي، ما تهزوش على النقاط، على الأشياء البسيطة، لأن الدهشة هذه الفلسفية اللي يقابلها عند السادة الصوفية مقام الحيرة، عند النفري وعند أحمد الرفاعي رحمة الله عليهم، مقام الحيرة هذا، العجز عن الإدراك، إدراك يقول المشايخ، يعني هذا المقام صعب إنك توصل له إلا لما تتمزط فكريا إنك أنت مش قادر توصل لل، يعني بمعنى العجز عن فهم معنى الماهية، وشعورك بهذا العجز أهم شيء في تعلمك للفلسفة، مش انك انت تقدر تقول والله ارسطو قال كذا وفلان قال كذا، شعورك انت بان هناك اشكال في الوجود، في الزمان، في المكان، في الملك، في الفعل، في الانفعال، شعورك بالاشكاليات الفلسفية العميقة هو اللي يصنع منك فيلسوف مفكر نظار، كما يقال عند الاشاعر نقوله نظار، يقال نظار اهل السنة، تمام، اللي هم المفكرين اللي منطلقين من القرآن والسنة، اللي هم الاشاعرة والماتريدية. لو يقول الجزء من النفس الذي به تفكر، بعدين يقول وهو جسم وليس بجسم، وانت ماشي طول كتاب النفس تقريبا اللي عد الفارابي 6 تعريفات عند أرسطو نفسه، فأنا قلت ممكن تكون هذه ارتباك البدايات، إنه هو أول واحد بيعرف العقل، فقعد عنده مشكلة يعرف العقل. نفس القصة نقصد في موضوع الجوهر، إن احنا ممكن قعدنا أسرع لارتباكات أرسطو بسببها أنه ما فيش سابقين له. بهي احنا عندنا سابقين، اطلع منا الارتباك ورينا، فهمت قصدي؟ يعني هي الارتباكات مش ما هيش فقط طبعا الاوليه والتدرج التاريخي لهدور، ولكن هناك اشكالات اعتقد هي من صميم الوجود نفسه. يعني المولى عز وجل يعني لما خلقنا بطريقه نعرفه ونتعلمه، ولكن دائما فيه الإشكاليات هذه موجودة معانا، تشعرك بضعفك أمام هالعالم اللي ربي خالقه، وهالآيات يعني
بس بالمناسبة موضوع العقل عند أرسطوطليس في كتاب النفس اللي هو دي أنيما يحكي على حضرتك زي ما قلت 6 تعريفات ممكن حتى يوصل 12. لكن ما تنساش إن هو في كتاب دي أنيما يميل للقول بالقوة أو اللي هن الفاكولتيز، تمام؟ طلعهم بعدين بيسيلة الفراغ. إيه لكن لو تمشي الكتاب العاشر في الأخلاق إلى نيكوماخوس وتشوف مفهوم الثيورية التأمل، غادي النوس عنده اللي هو العقل شبه فعل، ما هوش حتى يعني هو ممكن نستخدم تعريف المفارقة اللي دارها تشومسكي ما بين البرفورمانس والكومبتنس. مثلا نقول لك هل تتكلم إنجليزي؟ تقول لي نعم نتكلم إنجليزي، بس ما شوفش فيك تتكلم إنجليزي الآن. نقول فلان يتكلم إنجليزي، نقصد إنه هو عنده الكومبتنس إنه يتكلم إنجليزي، عنده الأهلية إنه يتكلم إنجليزي. لكن أنت لو قلت good morning قلاه تكلم إنجليزي بالمعنى الآخر اللي هو performance الإنجاز، الأهلية والإنجاز. فالنوس اللي هو العقل اللي حكي عليه أرسطوطليس أحيانا يتكلم عليه كأهلية كما في دي أنيما في كتاب النفس، وأحيانا يتكلم عليه كإنجاز كما في كتاب العاشر في عند نيكوماخوس. هذه موضوع رئيسي ما عادش تعرف. تمام. تعتبر إنجاز. أي ف وأيا منهم الأول، هل الأهلية عبارة عن مجموع الإنجازات كلها؟ في منها اللي مبثق واللي ما مبثقش؟ والله الإنجازات عبارة عن تجلي للأهلية. ونفس المسألة موجودة بالمناسبة اللي يحكي فيها أرسطوطليس غادي موجودة في كتاب جميل جدا يريد تقرأه لأبو الحارث المحاسبي اسمه مائية العقل. قريت يعني. العقل هو غريزة، هو غريزة، لكن أيضا يقول العقل جداً. العقل هو التمييز. الحمد لله وما تحب الصوفية أكيد تحمست جدا لما قلت إذا كان العقل غريزة خلاص بعش عندنا حتى السؤال بتاع من أوجد بعش قد ممكن. انا عجبتني حتى كلمه مائيه. اه ما هو مش ما هي مائية العقل. ليش؟ لانه يعني حتى في العربيه ما تقولش ما هو كذا، ما كذا، ما القارعه، قارعه ما القارعه. فنسب للماء مش لما هو. اي حنرجع قبل ما نطلع لازم نحكوا على الهو، هذه تو بنرجع لها شويه فيها نقطه مهمه. بس خلينا نقول الاستاذ هو نفس سؤال احمد، ما لا يمكن أن يكون نفس سؤاله، لأنك أنت وهو هو، وسؤالك سؤالك وسؤال سؤال سؤال سؤال. أكيد. لا قصدي مثلاً موضوع الترجمة تحدث. نعم. لو نحن ما فيش حرف الوصل، لما الناس يترجموا الأرسطو بعدين جتنا، لو اكتشفنا مثلاً كتاب أو ورقات الأرسطو في العصر الحديث أو في سنة 2024، هل لما ترجموها نفس ما ترجموها الناس لما الحرف الوسيط هذا؟ جماعة ترجموا الأرسطو أو مثلا هيكون في ترجمة ودفعهم قال هو الترجمات كلها جاتك يوناني إلى سرياني إلى عربي. حنين بن إسحاق هذم كانوا يترجموا للسرياني قبل، عرفت؟ بعدين من السرياني إلى عربي. الفلاسفة الأوائل العرب كانوا يا يعرف سرياني يا يعرف فارسي. لا الفهم بروح على فكرة الجوهر مثلا كم وكذا، هل هو احنا فهموه نفس ما هو هي واحدة من الأشياء. أحيانا يعني بعض الشباب الآن في العصر الحديث يعني، وصارت أكثر حتى صارت للمسيحيين في عمارة اللوثر، وصارت لبعض أنواع اليهودية وأنواع الهندوسية، اللي أنك أنت تنط على التاريخ وتمشي للأصول وكأن شيئا لم يكن في القرون اللي لنرجع إلى المنبع الصافي إلى كذا. باي أنت لما ترجع للمنبع الصافي أنت عندك أثاث، يعني عندك دبردة يقولوا في دماغك، أنت مقرينك كساتذة والأساتذة مقرينهم أساتذة، وعندك خلفيات. لو أنت تعتقد أنك أنت بترجع بصفاء كامل وما عندكش قصة، أفضل أنك أنت تعترف باللي بأنت شن عندك، وتعرف من مشايخك ومشايخ مشايخك ومشايخ مشايخك، وتعرف عصورهم شن صار لهم في كتب الطبقات وكتب، بحيث انك انت تفهم المؤثرات التاريخيه اللي صار اللي فاهمك. الفهم المجرد انك انت والله جيت كتاب ارسطوطليس وحنمشي نقراه بدون كل المفسرين بتاع ارسطوطليس مستحيل.
لا يمكن تقدر تديرها يعني. ولو درتها حد حيطلع حاجة، لأنك أنت أصلا عندك في راسك ما 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 نكش خالي من ال. وهذا يتكلم عليه هانس جورج غادمر في كتابه ظهر هاي توتوث، الحقيقة والمنهج. يتكلم عن أن كل فعل فهم فيه سوابق عندك، فيه فرضيات وفيه منهجيات وفيه أفكار. على ذكر اللي هو اللغات تختلف، في لغات فيها الرابط ما بين الموضوع والمحمول، وفي لغات ما فيهاش. الكافيلا الرابط أو الكافيلا كافيلا إيه. فالعرب لما ترجموا الكتب اليونانية اضطروا يزيدوا الهوة، هذه اللي حكى عليها الدكتور، لأن قال القارعة، ما القارعة، ما فيش ما هي القارعة، ما هذا العرب هيك. لكن ليش حطوا الهي وهو بيش يبرزوا الرابط ما بين المحمول والموضوع؟ لأن في اليونانية زي ما في الإنجليزية والألمانية وحتى الفارسية الربطة بين المحمول والموضوع لازم من 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 فعل يربطهم، اللي هو the verb to be في الإنجليزي اللي هو is مثلا. فنقوله مثلا the sky is blue، السماء زرقاء. لاحظ ما قلناش السماء زرقاء، قلنا السماء زرقاء دغري، تمام. ومازال العربي مازال أجمل من هيك، مرات نوصف الوصف كلمة واحدة وما فيش لا إز ولا شيء، وينفهم من محمولات وجدات بل قصص كاملة، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، ما فيش كوب ولا بكر، صح؟ ما فيش لا إز ولا واز ولا أي شيء. وفي المكر خديت أنت مفهوم إنه مش بس يجري الحصان، إنه من عاد تجري، ومش بس الجري اللي هو فيه هجوم ومفرن، ومش بس الجري اللي فيه هجوم، الجري اللي فيه هروب. في مكرن وفي مفرن وفي مقبل مدبر، وش ندر مع بعض يعني. هذا ما خبر في اليونانية ما فيش في الإنجليزية ما فيش. اللي نقصده إن لأن كلمة الإز واضحة، ف حتى العلم متاع الوجود نفسه، إنه يكون فيه علم للوجود، أقرب إنه ينبثق مع اليونانية من إنه ينبثق من اللغة العربية. ولذلك بعض مشايخنا بالضبط بعض مشايخنا قال لك هالهوس بقصة الوجود والكينونة والماهية وهذا كله دوا فارغة. ابن تيمية رحمة الله عليه، أنا أشعري بس حتى يعني نحترمه شغله، وين في نقض المنطق، كتاب الرد على المنطقيين، قال لك هذا كله خبر يوناني، الإز والواز إحنا ما عندناش القصة هذه. وقالوا الأشاعرة أن الشيء هو المتحيز، بالنسبة لي هذا المتحيز، هذا الجوهر هو المتحيز، ما تخششنيش في متاهات تقول لي والله هو متحيز وبعدين في عرض وأنا بش نلصق العرض في الموضوع، لازم نحط وجود، فنقول السماء تكون زرقاء، والله السماء هي زرقاء، لا هي السماء زرقاء دغري، ما عنديش أنا. فإشكالية الوجود اللي يحكي عليها مارتن هايدغر في كتاب الوجود والزمن تختلف حتى اللغة لها. لذلك لما مدرسة الأستاذ نجيب، هو يعني مدرسة التحليل اللغوي Ordinary Language Analysis، هي المدرسة الكبرى اللي اشتغل فيها في الدكتوراه وفي باي، لما نقول تحليل اللغة العادية Ordinary Language Analysis، أي لغة، هل اللغة الإنجليزية بس والله اللغة العربية بايو، حتى اللغة الإنجليزية هل هي لغة الإنجليز الأرستقراطيين والله لغة الإنجليز السود المظلومين اللي عندهم أفعالهم تختلف والكوبولا بتاعهم تختلف والدنيا كلها في الجامعة ولا العمال دكاتر والله اللغة حسب الماركسيين اللي يسموها لا الماركسيين اللي عندهم اسم لها الكريتيكال ستاديز يقروا في القصص هذه، لغة الطبقات والطبقية في اللغة، اللغة لها دلالات أو دلالات يعني. حتى في بنغازي المجموعات مختلفة تختلف تتكلم بلغات مختلفة، الأعمار
في جيل من الناس لما يتكلموا ما نفهم يعني ما تفهمش إني قاعدين يقولوا مصطلحات. فاللغة لها علاقة مباشرة بالموجودات لأنها فيها وصف للموجودات، بينما نجيب نقرأ الموجودات بأي لغة نقرأها تأثر تختلف، أدوات الاستفهام تختلف من لغة الأخرى، التقسيمات العالم تختلف. مثلا لو تمشي للأسكيمو عندهم أكثر من مئات المصطلحات في وصف الجليد، لما تمشي للعرب تلقى مئات المصطلحات في وصف الجمال مثلا، والله وصف الصحاري والله الصحارى، والله وصف السيف مثلا، السيف من حيث هو قاطع، والله من حيث هو مصنوع في الهند، والله من حيث هو يكسر كسر كاسر، والله قاطع، والله مهند مثلا يعني. لو عندك كيكة وبتقصها تقدر تقصها هيك، تقدر تقصها هيك وتقدر تقصها هيك. العالم أيضا لما بتقصها إلى كاتيجوريز، إلى وهنا كاتيجوريز تختلف في المعنى، إلى تصنيفات، معيار التصنيف يختلف. هذه الغرفة تمام، هذه غرفة واحدة موجود الموجود، خلينا نعتبر الكون هو هذه الغرفة فقط تمام، وعندنا فيها موجودات الحمد لله، هذه الموجودات انتم موجودين، هذه الموجودات خلونا نصنف الموجودات اللي في الغرفة. مثلا نقول في كائنات حية في جمادات، هذا التصنيف، حنحط قائمة بالكائنات الحية قائمة بالجمادات. بقى لو قلت بنصنف محتويات الغرفة الأشياء البلاستيكية والأشياء الغير البلاستيكية، فيه حاجات حيخشن معانا ما كانتش حيخشن في التصنيف الأول لأن جمادات لكن غير بلاستيكية تمام، إلا إذا كان في حد منا بلاستيكي حيمشي في جهة البلاستيكية تمام. ممكن نقول حاجات مصنعة وحاجات خلقها ربي تمام، حاجات حاجات مثلا حاجات مصنوعة في ليبيا وحاجات مستوردة، حاجات وهذا لو كلها تقسيم ثنائية، ما زلنا ما درناش التقسيم الرباعي والخماسي والسداسي. العقل البشري السبر والتقسيم مهم جدا في التفكير، كيف تقص العالم وتفهمه وكيف يصبر ويقسم يعتمد على معايير التقسيم. حتى في القانون في قاصر وفي مش قاصر، فيه عنده سوابق وما عنده السوابق، حتى في السوابق في أنواع للجريمة، في جرائم كيف تصنف في ليبيا، جناءات وجنح ومخالفات. فهذه التصنيفات باي شنو تعريف المخالفة، شنو تعريف الجنحة، من اللي حددها بالضبط. فتقسيم العالم له علاقة بالمقولات. ولكن نقطة أخيرة ونختم، الأستاذ الدكتور سأل سؤال في البداية ما جاوبناش عليه اللي هو شن علاقته بالقول تمام. أعتقد أن العلاقة هي أنا شن نقدر نقول على أي شيء، يعني هذا الشيء شن نقدر نقول عليه، نقدر نقول عليه أنه مكانه كذا، وأنه هو في الزمان الفلاني، وأنه معوج، وأنه هو فعل، وأنه هو مفعول. فما الذي يقال عن الموجود ولذلك تسمى مقولات؟ لا بس الأصل اللاتيني اليوناني كاتيجوري، أي شنو معناها الأصل؟ شيء. المقولات ولا تصنيفات؟ الأشياء. الكاتيجوري هو الشيء. الأشياء يعني. وجودات. الوجودات الأصلية يعني الأنواع